بتعملي ايه يا زوزو؟ ما بكلمك، بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بتعملي سمبوسه والقصه نازله على عينيكي. السلام عليكم، ازيكم حبايبنا؟ هاي، عالي صوتك عشان نسمعوك. لا عالي صوتك عشان نسمعوك. ويعملوا ايه؟ وايه تاني؟ وايه تاني؟ فعلوا الجرس. حاضر. لهم يا ماما نسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ربنا يخليكم، ما حرمناش منكم يا رب. معلش كنا تعبانة شوية بس. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. يا رب. بس بعمل معاكم سمبوسة. دي بالجبنة. ودي عاملة سمبوسة باللحمة. دي باللحمة. بصوا العلب دي حلوة ازاي. بصوا بتحطي كده في العلبة، ووقت ما انتوا بتعوزوا تاخدوا حطيها في الفريزر، حطيها في الفريزر، لما تطلعي تفك وتعمل على سوا عليكي. ممكن تطلعي وتعملي جنب كفتة، جنب حاجة. بصوا حبايبي، زمزم بتساعدني. وريهم كده يا ماما. بصوا بتلفها ازاي الحاجه، تعملها زي الحجاب كده. وبعدين الحته دي بتدخليها كده. في ناس بتجيب ميه ودقيق. لا. بس هي بتدخليها كده. بصوا جميله ازاي. تسلم ايدك يا ام. بقى في الزيت بتبقى جميله قوي. في ناس بتحطها كمان يا ماما في قلب صينيه، وتحطها تعوزها زيت بسيط وتحطها في الفرن، برضو بتبقى حلوه جميله ومقرمشه. يعني انتوا حسب ما انتوا عايزين. وانت بتعملي ايه يا انسه؟ اكيد بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بتساعدي تيتا؟ واحده واحده. بتفكري واحده واحده وتنوميني. يا حبايبي سهلة خالص. يعني ممكن انت تجيبي وتعملي مثلا، عندك حتة لحمة مفرومة، عندك صدر فرخة ممكن تفرمه وتعملي بيه. ما عندهاش حاجة خالص حلوة قوي بالجبنة، وطعمها جميل قوي بالجبنة. طعمها حلو برضو. وتعمليها وتحطها في الفريزر. ما عندكش حاجة للعشاء، ممكن تطلعي وتعملي للعشاء. وسهلة خالص. احنا لو اتباقى هنوريهم يا ماما ام لحمة، عشان ما عملتيش ام لحمة قدامهم. ان شاء الله. ماشي، تكملي ونرجع لهم بقى تاني. ماشي يا حبايبي. ماشي. معلش تعبانة النهارده والله قوي. معلش معلش معلش، غصب عنك. يلا ربنا يخليكم لينا يا رب. يا رب. هتكمل وارجع لكم تاني. انا بحشيها معاكم كده باللحمه، لحمه مع السجينة بس بالبصل. عايزه تحطي عليها فلفل حامي حطي، عايزه تحطي زيتون حطي، فلفل الوان اللي يعجبك. بس اللي هم عايزين ياكلوها ديت عايزين ياكلوها من غير فلفل، فانا عامله عند العيله هنا من غير فلفل. لكن انت عايزه تحطي عليها فلفل الوان حطي فلفل الوان، حطي زيتون حطي جبنه موزاريلا اللي انت عايزاه. بصي لفها سهل ازاي. بصي يا مزمزم هاتي وانا بلف كده. بصي لفها سهل خالص. لايك لايك لايك. صلى على سيدنا محمد يا حبايبي. معلش النهارده انا بتكلم معاكم بس مش شويه شويه، تعبانه شويه والله، معلش سامحوني ان انا بتكلم كده. ليش بكفيك؟ غصب عني والله. ربنا يخليكم ليا ويبارك فيكم يا رب، وفك قلب كل انسان يا رب. يا رب يا رب. ودعوا البنت حبيبتي ربنا يشفيها. يا رب. مش عايزه اقول كده. ايه يا حبيب، تعلمي من تيتا. حاضر. ايه يا حبيب، حطوا دي كده. بالله عليكم ادعوا لأم ياسمين. ربنا يشفيها. اللي بيحب أم عبير يدعي لأم ياسمين. ربنا يشفيها ويعافيها. يشفيها ويعفي عنها يا رب. يا رب. يا رب يخليك ويدعي لها، كل اللي بيحبني يدعي للبنت يا رب، يدعي لها بالشفاء يا رب، ويخليها العيال يا رب.
بنشفي عافيه حبيبك النبي يا رب. معلش غصب عني يا ولاد، غصب عني معلش. بس تيتا بتلفها ازاي؟ شاطرة ساعتي تيتا شاطرة. بس هي لفها سهلة خالص مش غلبة يعني. بص تحطي ايديكي كده تعمليها كده وتروحي جايبة صباعك ده كده. بصوا مثلثات ولا حجابه؟ حجابه سهله. اه لفها سهل مش متعب. تدخلي جيف دي كده بدل ما تعجني عجينه وبتاع، تدخلي جيف في الحرف كده. ايوه كده. بصي يا حبايبي مين تسلم ايدك. اه تسلم ايدك. بصي يا حبايبي احنا بنحطها بقى في العلبه دي وبنشيلها في الفريزر. بس يا زمزم هيتقطع. بصي يا حبايبي اهي دي بقى بنقفلها كده وبتشال في الفريزر، ما يبقالهاش حاجة. أي وقت عايزة تعملي منها تعملي، تبقى جاهزة عندك. وعاملة برضو بالجبنة معاك. تعرفي؟ خلاص خلاص يا حبيبي. حتة يا تيتا، حتة لحتة ورينا هتعمل ازاي. شوفي تيتا بتعمل ازاي واعملي زيها. بصي كده بصي هتقفلي زي تيتا بالجنب. ايوه ايوه كده اهي. بعدين اتني بقى تانية كمان اطلع. ايوه 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 متخافيش. لا هتتعمل صح كده. ايوه تانية كمان. من الناحية التانية. ايوه الناحية التانية. ايوه ايوه برافو عليكي. على الناحية دي كده التانية. اه يلا الناحية التانية برافو. ايوه الناحية التانية. ايوه برافو عليكي. ايديها تيتا بقى تقفلها لك وتوريكي تقفل ازاي. صح برافو عليكي. ايه شطورة. ادري ولا انا عملتها عبير ولا انا اللي عملتها دي. ايه ايه مصورة اهي. اهدي لي حتى كده. بصي ماشي. برافو. دي زمزم والله اللي عاملاها. لا ايه ما هي مصورينها. بصي جميلة زمزم اللي عاملاها دي. تسلم ايدك. انا بعلمك. بصوا حبايبي بصوا الحاجة تسلم ايدك يا امي. بصوا الجمال. ده بالجبنة اهو شايفين. ودول باللحمة. اه دول الاتنين باللحمة. ودي بالجبنة. دي بالجبنة. عايز تحطي على الجبنة فلفل زيتون اللي انت عايزاه. بس احنا اللي عندنا بيحبوها سادة. الجبنة اللي هي العلب دي. ودوت برضو لحمة بس برضو ايه لحمة معصاجة بس. عايز تحطي على اللحمة برضو فلفل، عايز تحطي خضرة، عايز تحطي جبنة موتزاريلا اللي انت عايزاه. يعني تشكلي براحتك. العلبة بتاخد لفة اللي هو السمبوسة دي. وهي فضلت خيركم يا حبايب قلبي. بصوا وتفضلوا على طول. قفلي بقى يا ماما. بصي تتقفل وتشال في الفريزر. ما انا قفلتها كده اهوت. اه يا حبايب بصوا حلوة وجميلة ازاي. حافظ على كل حاجة. الفريزر اللي ما تعوزها تلوث. جميلة تسلم ايدك يا ماما. تسلم ايدك. تسلم ايدك. معلش يا ولاد انا مش فايقه معلش غصب عني اللي انا بكلمك كده. معلش انت زي الفل. انت زي الفل. ربنا يشفيها لي بس. يا رب هيشفيها ويعافيها وتبقى زي الفل. انا بضحك معاكم كل حاجه والله بس النهارده انا زعلان. بنتي بس ربنا يشفيها. يلا. وخليها لعيالها يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين. حبايب قلبي. نشوفكم على خير ان شاء الله. ربنا ما يجيبش لحد حاجه وحشه. يا رب يا رب. كل البلاد العربيه وكل مصر وكل. يا رب. وربنا ما يجيبش لحد حاجه وحشه. اللهم امين. اللي عند الكعبه وسامعني في السعوديه ادعي لبنتي. اميمه ادعي لرشا يا اميمه. نشوفكم على خير وفي فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.